أسعد الله صباحكم حضورنا الكريم أصحاب المعالي السعادة كل من يتواجد هذا الصباح في اليوم الثاني من قمة المعرفة. Your Excellencies, ladies and gentlemen, day two of the Knowledge Summit 2017. هذه القمة تنعقد تحت شعار المعرفة والثورة الصناعية الرابعة. أولى جلساتنا سنبدأها بتناول مؤشر المعرفة العالمي الذي أطلق بالأمس بالتعاون مع الأمم المتحدة. وهذه الجلسة ستسلط الضوء على نتائج المؤشر وأهميته ودور مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في نشر المعرفة وأهمية الشراكات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم المعرفة والتنمية بالمنطقة العربية والعالم. Day two of the Knowledge Summit 2017 themed Knowledge and the Fourth Industrial Revolution brings together decision makers, thinkers, experts, and pioneers in the knowledge industry. Our first session will discuss the Global Knowledge Index that was launched yesterday in cooperation with the United Nations. It will also touch upon the importance of the partnership with the UNDP in supporting knowledge and development in the Arab region and the world. نرحب بالإعلامي محمد أبو عبيد مديراً للجلسة. تفضل. We would now like to welcome Muhammad Abu Ubaid, who will now moderate this session. Please welcome on stage. صباح الخير. سعيد أني أكون معكم أدير هذه الجلسة في الواقع اللي تتعلق بالمعرفة. وكانوا قديماً يقولون إنه اللي يعني عنده رصيد من المعلومات وكأنه عنده بنك من المعلومات. والواقع إنه ربما هذا بالمعنى المجازي، لأنه اليوم يعني لابد من وجود الرصيد الحقيقي في البنوك، لأنه إذا أردت أن تشتري يعني حتى لو سندويش شاورما لابد إنه تدفع فلوس، مش راح تقول له أنا حافظ معلقة الأعشى مثلاً وأعطيني سندويشة وأعطيني سيارة وبعرف تاريخ ميلاد يعني الشاعر ديك الجن. بكل الأحوال يعني دائماً دبي والإمارات العربية المتحدة صراحة سباقة في إطلاق مثل هذه المبادرات، خصوصاً إذا ما تحدثنا عن مبادرات اقتصادية، ثقافية، سياحية، ترفيهية، الاهتمام بكل أنماط الأدب العربي والتاريخ العربي والإرث العربي حتى الخط العربي. يعني دبي تفرز له مساحة سنوية للاهتمام بذلك. دبي التي ترفل بازدهار الحاضر يعني المشبع بعبق الماضي عينها على المستقبل أيضا، ولكن لا لتكون يعني لاحقة بهذا المستقبل، إنما لتكون صانعة لهذا المستقبل. وبالتالي يعني هي تضع لبنة لهذا المستقبل من خلال المعرفة. وعندما نتحدث عن معرفة كأننا نتحدث عن الدولة المستقبل، الكيانات المستقبلية، كيانات المعرفة. لكن السؤال، هل يمكن بالواقع قياس مستوى المعرفة؟ يعني عندما نتحدث عن مؤشر المعرفة يعني كأننا نتحدث مثلا عن مؤشر الأسواق المالية، بالتالي كيف يمكن قياس المعرفة لدى المجتمعات؟ وهل هناك فجوة ما بين المجتمعات العربية بمعرفتها والمجتمعات الغربية؟ أعتقد أنه هذا بالإمكان، لأنه عندما يتمرد الممكن على المستحيل فإننا نتحدث عن الإمارات العربية المتحدة ونتحدث عن دبي السباقة في مبادراتها. يسعدني أن أرحب بالأستاذ جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. وأيضاً أرحب بمايكل أونيل، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة. وأرحب أيضاً بالسيد هاني تركي، مدير مشروع المعرفة العربي. رحبوا بهم معي جميعاً. وأتمنى أن تكون يعني جلسة فيها نوع من المتعة وليس فقط يعني الجلسات التي دائما تتسم بالجدية، من دون على الأقل ما أن ننثر البسمة على وجوه الحاضرين. أهلا وسهلا بكم أستاذ جمال. دائما يعني عندما نقول مؤشر معرفة، احنا تعودنا أنه يكون في مثلا مؤشر لأسواق المال، مؤشر للبورصة. كيف يمكن قياس المعرفة لدى المجتمعات
وبالتالي كيف وردت يعني هذه الفكرة لديكم، خصوصا أنه كان عندكم بعام 2015 مؤشر المعرفة العربي، ثم عام 2016 مؤشر القراءة، الآن مؤشر المعرفة العالمي؟ أولا صباح الخير جميع، ومبروك للعرب وللعالم صدور مؤشر المعرفة العالمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للنمائي. هذا المؤشر دليل على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا على أن تكون في مواكبة التقدم العلمي واستشراف المستقبل، لأن الذي لا يقاس لا يمكن أن يطور. فقياس المعرفة في العالم بدأ أولاً بقياس المعرفة في الدول العربية في عام 2015 و2016. كان الأمر ليس بالأمر السهل، تحولنا من تقارير معرفية إلى مؤشرات تستفيد منها الحكومات جميعاً في الوطن العربي، ثم جاءت التوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتحويل هذا المؤشر أن يكون عالمياً. وليتكم رأيتم الجماعة البرنامج الأمم المتحدة لو كنت معي ذاك اليوم، وأنا أطلب منهم هذا العمل وهم يرتجفون. ليش؟ قالوا هذا الأمر كبير جداً، وهذا الأمر غير موجود، وهو بيكون فريد من نوعه وموضوع صعب. فقلت لهم هذه التوجيهات، ويجب أن نعمل سويا لنخرج هذا المؤشر الذي ترونه اليوم ل133 دولة من العالم، لكن الشباب والفريق والاستشاريين من الوطن العربي ومن العالم عملوا بجد ليل نهار حتى وصلنا إلى إنتاج هذا المؤشر الذي ستستفيد منه كل حكومات العالم. لماذا مؤشر؟ مؤشر إذا ما كان عندنا مؤشر لما نفعل اليوم وإنجازاتنا، فلن نعرف مستقبلنا، لن نعرف مستوانا العالمي، لن نعرف كيف نطور أدواتنا وخططنا. الآن كل حاكم، كل جهة في الدنيا تستطيع أن تحصل على هذا المؤشر، أو حتى عن طريق الأب في Knowledge for All Application تستطيع أن تنزله وتنظر وتعرف مكانها المعرفي في العالم. اليوم لدينا شيء في أيدينا نستطيع أن نقوم ونطور. دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة 25، وأنا أقول لكم وللجميع وللعالم وللتاريخ، هذه الدولة عام 1971 كان كثير من شعبها أمي، الآن الأمية شبه منعدمة خلال 4 عقود. وأنا أقول أن الحكومة التي صنعت هذا المجد وأوصلت الآن دولة الإمارات العربية المتحدة أن تصل إلى الدرجات العليا في جميع مجالات التنافس العالمي، ووصلت في مؤشر المعرفة العربي العالمي إلى الدرجة 25، وفي مؤشر المعرفة العربي وصلت الدرجة الأولى، تستحق التصفيق. فعلا يعني إنجاز ربما تعجز الكلمات عن وصفه، وربما أنا يعني يجوز لي أو أجز لي نفسي أن أشهد، ليس عقادة وشهد شاهد من أهلي، لكن لأني مقيم منذ 18 عاما في هذا البلد، ورأيت ليست السرعة إنما التسارع في الإنجازات التي فعلا تبهر العربي والأعجمي معا. أستاذ هاني تركي، عندما نتحدث عن مؤشر المعرفة العربي الآن، كان فيه مؤشر معرفة عربي، بعد ذلك مؤشر معرفة عالمي. أستاذ مايكل، يعني اسمح لي أني أنا أسأل السؤال لضيفنا هاني تركي، تجاوزت الضيف فقط لأنه السؤال مرتبط بالسؤال الأول. هل هناك فجوة
ما بين مؤشر المعرفة العربي ومؤشر المعرفة عند الغرب؟ يعني بمعنى هل هناك فجوة معرفية بين العرب والعالم الآخر؟ في البداية قبل ما أجاوب على سؤالك، أنا بحب أشكر كل الفريق اللي اشتغل على مؤشر المعرفة العالمي، إن هم فعلا قعدوا عام كامل متواصل إن هم بيشتغلوا على هذا المؤشر. يمكن إحنا كنا قاعدين في دبي يمكن آخر أسبوعين ما بننامش عشان نقدر يطلع المؤشر. الخبراء، الفريق المركزي، الاستشاريين من جميع المنظمات الدولية اللي موجودين هنا لحضور إطلاق المؤشر، فيجب في البداية أن أنا أشكره. الموضوع مش فجوة معرفية ما بين العالم العربي والعالم، البداية هي فجوة في البيانات، دي البداية اللي احنا نقدر نتكلم عليها. في الدول العربية يجب أن تحترم البيانات في البداية، لأن احنا لو احترمنا البيانات هنقدر نوصل للمعلومات، هنقدر نوصل للمعرفة، وده الفرق اللي ما بيننا وما بين العالم. ده أدى وجود فجوة في البيانات، أدى إلى وجود فجوة معرفية أيضا، لأن مش قادرين نقيس الوضع. الفجوة المعرفية اللي موجودة، نعم توجد فجوة معرفية، بس الفجوة المعرفية متفاوتة ما بين دولة لأخرى داخل المنطقة العربية، وأيضا توجد فجوات داخل العالم ما بين الدول بينها وبين بعض. بس ما الذي يخلق هذه الفجوات؟ الأسباب يعني؟ توجد عدة أسباب، في منها راجع إلى عدم الرشد أو في الإنفاق، أو عدم الرشد في توجيه الموارد، عدم الاهتمام بالقطاعات الرئيسية، عدم التكامل داخل الدولة في الاهتمام بالقطاعات. على سبيل المثال، الاهتمام بقطاع وعدم الاهتمام بقطاع آخر، يعني في بعض الدول بتهتم بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولكن لا تهتم بالتعليم، وفي دول أخرى تهتم بالتعليم ولا تهتم بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو عدم الاهتمام بالبحث والتطوير والابتكار. وبالتالي إحنا من خلال المؤشر بتاعنا بنحاول نثبت إن المؤشر بسبع قطاعاته ليست جزر منعزلة، إنما هو يوجد تفاعل ما بينهم. إذا استطاعت الدول العربية إنها تستطيع أن تتكامل أو أنها تتعامل مع هذه القطاعات كوحدة واحدة، هتقدر أنها تقضي على هذه الفجوة المعرفية. سيد مايكل، يعني عندما تم اقتراح هذه الفكرة عليكم، ما الذي وجدتموه أنه قابل للتطبيق حتى تكونوا شركاء في هذه المشروعات التي تتطلع إلى بناء المستقبل المعرفي؟ Thank you. Assalamu alaikum. May I also begin by making a couple of brief comments, which is first to applaud the leadership of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Vice President and Prime Minister of UAE and the ruler of Dubai, without whose vision and energy we would not be having this meeting, we would not be discussing this extremely important new initiative and project. And I would also like to thank the Foundation and Jamal for everything that he and his colleagues have done, as well as Hany and the UNDP team. But Jamal mentioned earlier that when this idea first arose, he detected some nervousness. Actually, I would say excitement. Excitement at the prospect of this partnership between UNDP and the Foundation for this essential project. And if I just underline two reasons for that. First of all, both Jamal and Hany have spoken about the importance of data. And it's impossible to overstate that. Jamal expressed the point in one way. Michael Bloomberg has made the same point in a slightly different way. If you can't measure something, you can't manage it. I think the same point that Jamal made. And so the first step, if we're going to have effective policies, whether it's in development or any other field, policies that will be effective in helping us to achieve together the Sustainable Development Goals, in order to design those policies, we need data. And so that is one of the reasons this initiative is so exciting and so important. And again, I welcome and applaud the leadership of Dubai, the rule of Dubai, in pursuing this. And secondly, what is also equally attractive to us and equally vital, I would say, is the concept of partnership, which others have spoken about. In this area and across the field, if we are to make progress for the Agenda 2030 for sustainable development, it will be essential to have the most effective, the most diverse partnerships possible between governments, between foundations, the private sector, academia, civil society. And again, this is what this initiative represents. So UNDP
is very proud, very excited to be working with Jamal, with the foundation, to pursue this vision of His Highness Sheikh Mohammed. Thank you. أستاذ جمال يعني من عندما أطلقت هذا المشروع قلت إنه أو على الأقل يعني هناك ربط ما بين الآن مؤشر المعرفة العالمي وعنوان قمة المعرفة لهذه السنة الثورة الصناعية الرابعة قلت إنه علينا أن لا نخاف من الثورة الصناعية الرابعة بل علينا أن نستعد لها كيف يمكن الآن ربط يعني هذه القمة قمة المعرفة ومؤشر المعرفة العالمي بالاستعداد للثورة الصناعية التي أطلق عليها الثورة الصناعية الرابعة؟ كما ذكر سعادة أونيل أن الذي لا يستطيع أن يقيس لا يستطيع أن يدير. جميل. من لا يستطيع قياس الشيء لا يستطيع أن يديره. فمؤشر المعرفة العالمي هو القياس. فعلى الحكومات وعلى المسؤولين أن يأخذوا هذا بمحمل الجد ويقيسوا ويبدأوا في عملية الإدارة والتطوير بعد ذلك الخوف لا أخفيك هو أمر طبيعي لشيء لم يشاهده الناس بعد دائما المستقبل أمر قد يكون جميلا وقد يكون مريعا مخيفا لكن دائما المستعد للمستقبل سيكون له هذا المستقبل مفيدا وجميلا أما للذي لم يستعد للمستقبل ولم يعرف نواحي هذا المستقبل وكيف سيكون نحن لا نعلم الغيب صحيح. أمر آخر هذا الغيب أمر آخر نحن نرى مؤشرات المستقبل وندرسها ونعلم كيف البشر هم يسيرون في طريق معلوم من ألف سنة والألف سنة القادمة فمن لا يستعد سيكون خوفه من المستقبل أكبر ومن لا يستعد سيخسر ثروات وستضيع عليه سنوات كما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله لأن الاستعداد للمستقبل يبدأ من اليوم أمس أرسل لي صديق فيديو مزرعة كاملة فيها شخصان الآلات تحرث وتصلح وتزرع وتنظف الأشجار وتقطع الأشجار وتسمد الأشجار ثم تأتي وتقطف التفاح ليس في المزرعة إلا شخصان هم باللي بيأكلوا يعني على الأقل هم والعمل في هذه المزرعة 24 ساعة يا سلام كم مزارع فقد العمل كم مزارع في هذه المزرعة فقد عمله تخيلوا في عالم موجود سويسري قبل يومين في المجلس العالمي لإكسبو 2020 مع معالي ريم الهاشمي كنا في متحف الاتحاد ذكر لنا أمر خطير قال أن في خلال 15 سنة البرمجيات ستخلق برمجيات يا سلام في خلال 15 سنة القادمة لن نحتاج إلى مبرمجين البرمجيات نفسها ستخلق برمجيات وهذا أمر يجب أن نفكر فيه من ناحية التعليم من ناحية الشركات من ناحية تطوير الخطط المستقبلية العالم سيتغير إما أن تكون متخلفا متراجعا خلف الركب وإما أن تركب وإما أن تكون مع الركب وتواصل الحضارة دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 71 كلكم من كان عايشنا يعرف شو كان في الإمارات هل هناك جامعة هل هناك مدارس هل هناك ثورة حضارية كما نراها اليوم فضل الله عز وجل وثم حكمة حكامنا الكرام وعملهم الدؤوب نقلونا هذه النقلات الكبيرة وهم الآن يحثون الشعب لكي ينظر إلى المستقبل ويستشرف
المستقبل أول وزير للذكاء الاصطناعي أول مجلس للثورة الصناعية وأعمال الاستراتيجية للثورة الصناعية القادمة المؤتمرات قمة المعرفة اليوم وغيرها وغيرها من الأمور التي تقوم بها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لحث الشعب وحث العرب جميعا للبحث عن مستقبلهم قبل أن يقع عليهم المستقبل وهم غير مستعدين. وكما يقال يعني إذا هبت شيئا فقع فيه، فإن اتقاء الوقوع فيه أسوأ من الوقوع فيه. ما بعرف كيف بدي ترجمها الزميل المترجم لسيد مايكل. أستاذ هاني أستاذ هاني، لما يعني نقول الآن قياس معرفة، خلينا هيك نحكي ونبسط الصورة، كيف يمكن أن تقيس معرفة لدى مجتمعات متباينة في الوضع الاقتصادي، في الوضع الثقافي، في الوضع الجغرافي؟ كيف اللي حضرتك بتقوله ده أهمية المؤشرات المركبة. المؤشر المركب بيأخذ في الاعتبار عدة قطاعات مختلفة. إحنا لا ننظر للدولة، إنما ننظر إلى في حدود المنهجية الموضوعة ما هي القطاعات التي إذا اخترناها نستطيع أن نضع صورة شبه متكاملة للوضع المعرفي في الدولة أيا كانت هذه الدولة. مش بيهمنا اسم الدولة، إحنا بيهمنا كيف نقيس المعرفة داخل الدولة. طيب الاعتماد على ماذا؟ الاعتماد على قطاعات التي نرى أنها في حدود منهجيتنا، أن هذه القطاعات هي القطاعات التي تؤثر على الوضع المعرفي داخل الدولة. أيوة. فالمؤشر المعرفة العالمي يتكون من 6 قطاعات، من 6 مؤشرات قطاعية، اللي هي التعليم قبل الجامعي، التعليم التقني، التعليم العالي، ثم البحث والتطوير والابتكار، والاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى مؤشر سابع اللي هو البيئات التمكينية. من خلال منهجيتنا رأينا أن 7 قطاعات دول إذا قدرنا أن احنا نقيسهم يبقى هنصل إلى صورة أو قياس للمعرفة داخل هذه الدولة. سيد مايكل، يعني من خلال أفكار هذا المشروع، يعني قمة المعرفة ومؤشر المعرفة العالمي، هناك هدف لنشر المعرفة. الآن نتحدث عن كيانات مستقبلية، مجتمعات مستقبلية هي مجتمعات المعرفة. أنتم كأمم متحدة وكبرنامج إنمائي أيضاً، كيف يمكن اغتنام مثل هذه الأفكار وتطبيقها على مجتمعات ربما تعاني مثلاً صراعات، تعاني فقر، تعاني أوضاع مأساوية ما؟ Sure. Well, again, the a very strong practical example of what this progress is about, this work is about, the objectives we're seeking, is indeed here in the UAE. And Jamal mentioned that the UAE appears at 25th place in the index, which represents extraordinary and tremendous progress since 1971. But even beyond that, I think the UAE appears in 2nd place for the economy index. So it's important to keep in mind these are the practical illustrations of leadership and of vision and of what we're trying to achieve through an initiative like this. And on your question of how can other countries use this, how can they benefit from this? Well, this is exactly what the United Nations and the United Nations Development Programme, UNDP, is here for, to help connect other countries with, for example, the UAE, with other partners, to benefit from their experience, from their leadership, their support, and the Knowledge Index represents a great example. And it builds on tremendous collaboration in the 10 years that we've had of this partnership between UNDP and the Foundation, which have included the Arab Knowledge Reports, the information portal, the Arab Reading Index, the Arab Knowledge Index, and now the next stage with the Global Index. But as a further example, which I hope will allow us, together with the UAE and with other partners, to bring particular support for countries that face crisis and other tensions, yesterday we were very glad to sign an MOU with the Foundation and with UNESCO to combat the challenge of illiteracy. And there are tens of millions of children around the world who are suffering without education, and that will be another element of the next stage in our partnership. And if I may just again applaud the leadership of the UAE, I first met Her Excellency Rima Al-Hashimi when I was working for the British government in Afghanistan, in Helmand province, and she visited with the Foreign Minister of the UAE and with William Hague.
As part of the partnership, in that case with the UK, with other countries, which were intended to bring stability to that very troubled region of Afghanistan, to help reconstruction with governance, with education. And so again, even in the most difficult environments, this was a very strong example of partnership, but also of the leadership of the UAE. Thank you. أستاذ جمال، عندما نتحدث يعني عن المعرفة، هل نتحدث بمعنى يعني مغاير للمعنى التقليدي لهذا الموضوع؟ وأنا سألت هذا السؤال لأن أريد أن أربط سؤال آخر فيه، إنه بالرغم من توفر مصادر المعرفة، مصادر المعلومات متاحة للقاصي والداني، نشعر أن المعرفة، التثقيف لدى المواطن العربي يقل. وأعطيك مثال صغير، يعني حضرتك ناشط على تويتر وربما من خلال حسابك تقيس مستوى المعرفة لمن يتابعونك، تأتي مثلا تذكر كلمة ما أو اسم شاعر، يأتي شخص ثم يسألك إنه من هذا الشاعر الذي قصدته، وكان بالإمكان مثلا أن يذهب إلى جوجل ويوفر عنا عليك عناء إنك ترد وتكتب 140 حرف اليوم صاروا 280 يعني، وكان بالإمكان إنه يذهب بنفسه ليبحث عن هذه المعلومة. الجواب لسؤالك أجبت عليه، مراكز البحث والتطوير. الوطن العربي لديه خيرة الأساتذة، الوطن العربي لديه خيرة الجامعات، أفضل الجامعات الموجودة في الوطن العربي، وجامعات خرجت أجيال كثيرة من عظماء العرب. لكن الوطن العربي ينقصه أو تنقصه مراكز الأبحاث. مراكز الأبحاث والتطوير إذا زادت وأنفقت الحكومات على البحث والتطوير تتغير المعادلة، نصبح منتجين للمعرفة. الإنتاج المعرفي هو الذي سيخرج لك علماء، وسننافس مثل ما نافست كوريا ونافست الصين الآن ونافست الهند، الدول المتقدمة، وقبلها نافست اليابان وألمانيا. أنا أتكلم عن حاجة ملحة، أن لماذا أصرف مليارات المليارات على أشياء لا تعود لي بنفع؟ يجب علينا أن نصرف هذه الأموال على مراكز بحثية جادة لإنتاج المعرفة. كل دولة عربية لو خصصت ميزانيتها جزء من الميزانية للبحث العلمي فإن العالم العربي سيتغير. بدون مراكز بحثية، بدون مراكز للتطوير، لن نصل إلى الهدف المنشود. العرب أذكياء، والعرب فيهم اجتهاد للعلم بشكل كبير، فقط يحتاجون فرصة أن تؤسس لديهم مراكز بحثية كما أسست من 1000 سنة. ارجعوا للتاريخ ستجدون هؤلاء العلماء، نعم صحيح، كانوا في مراكز علمية، الخوارزمي وابن سينا وغيرهم وغيرهم، كانوا كلهم في مراكز علمية فأخرجوا علماء وأنتجوا المعرفة. الآن لنعود، لا نتكلم عن الماضي، الماضي انتهى، نحن نتكلم عن المستقبل. يجب على الحكومات أن تصرف على مراكز البحث العلمي، وكذلك تزيد من البيئات التمكينية. جميل جدا. أستاذ هاني، انطلاقا مما تفضل به الأستاذ جمال، قال أنه لابد على الحكومات أن تخصص ميزانيات للبحث العلمي. طيب ربما هناك من يسأل، على الأقل أنا يعني رح أسأل، أنه إذا في كان هناك حكومات يعني يا دوب توفر لقمة العيش لمواطنيها في بعض الدول يعني الأخرى، وضع اقتصادي يعني سيء للغاية، كيف يمكن أنه بالفعل تقيم مراكز البحث هذه؟ اعتمادا على ماذا؟ من أي، أو كيف يمكن يعني إيجاد الموارد المالية لمثل هذه المشروعات؟ ببساطة، إذا فكرت الدول أنها توفر أكل العيش فقط للمواطنين، بعد 5 سنوات مش هيلاقوا أن هم يوفروا أكل العيش للمواطنين. صح. الدولة تقدر أنها توفر من أكل العيش، أنها تخلق بيئة تعليمية جيدة، مراكز أبحاث جيدة، المواطنين يقدروا يوفروا لقمة العيش ليهم والأولادهم والأحفادهم. إنما الدولة إذا قدرت توفر النهاردة مش هتتوفر بكرة. فيجب
على فكرة الدول العربية بتنفق على التعليم زيها زي دول العالم. بس هي المشكلة في جودة المخرجات وليس في المدخلات بتاعتها. الاهتمام بالجودة هيؤدي إلى نتائج أفضل. مش يعني صراحة استبقتني بالسؤال كنت بدي أطرحه قبل ما أنتقل للأستاذ مايكل، إنه مدام الآن الإمارات العربية أطلقت مثل هذه المشروعات وكما قلنا هدفها يعني بناء ربما مجازا أسميها الدول المعرفية المستقبلية، الكيانات المعرفية، كيف يمكن هذه النتائج التي تعملون عليها بكل جد واجتهاد أن تسهم في تطوير التعليم في العالم العربي، في تحسين جودة هذا التعليم؟ الدول تأخذ هذا المؤشر تدرسه، كل دولة على حسب ظروفها وإمكانياتها إنها تدرس هذا المؤشر، تشوف نقاط القوة والضعف اللي فيه وتقدر تتعامل معاه. ما نقدرش نعمم تجربة دولة على جميع الدول، نقدر نعمم تجربة دولة على دول مشابهة ليها في الظروف والإمكانيات. ده دور الدولة، دور الجامعات، دور مراكز الأبحاث، دور الباحثين والأكاديميين، إن هم يدرسوا هذا المؤشر، يدرسوا نقاط قوتهم وضعفهم اللي موجودة ويقدروا بعد ذلك يتم اتخاذ قرارات ليهم. طيب شكرا أستاذ مايكل. العالم العربي وأنت ربما أصبحت من الدارين والعارفين بالمجتمعات العربية مجتمعات فتية، يعني الأغلبية من أفرادها شباب، كيف يمكن الآن اغتنام هذه المشروعات، مشروعات المعرفية، لتمكين الشباب العربي، دمجهم في المجتمعات، خلق الفرص والوظائف لهم من خلال هذه المعرفة؟ Thank you. Well, as you say, this is a region with huge numbers of young people. I think in the translation you said a young region. But I want again first to endorse something that Jamal said about the extraordinary richness and diversity of the history of this region in terms of science, literature, exploration, all of these things, where in many respects the Arab world actually led the rest of the world. So it's very important to keep this in mind. In terms of how countries in this region can use this information, again, we start with the concept of data in order to design effective policies to tackle challenges. And I would say that is the most fundamental point. So what this index does, again, with thanks to the foundation, to Hany and the team, is to provide for the first time ever a rich and diverse set of data across multiple sectors, multiple different indices for 133 countries. So that provides a foundation. Now, that cannot be a substitute, and the work of the United Nations cannot be a substitute for the leadership of national governments and the support, the engagement of the private sector, of foundations, of civil society, as I said earlier. So this is what needs to come next. And I think, again, one can see in the UAE, one can see in other countries in this region and around the world, I think Jamal mentioned Korea, one could say the same as Singapore and other places, extraordinary progress that has been made through a combination of leadership with a vision, but also effective policies and effective interventions, other factors of work ethic, and all of these things, all of these ingredients are essential. But we start with the foundation of being able to identify where are their gaps, where are the shortcomings, and then what can be done to address those. So that, I think, is what this index and this project offers. Thank you. أعتقد أنه أيضاً من أهم لبنات المستقبل احترام الوقت والالتزام بالوقت. نفتح بعض الأسئلة؟ يعني خمس دقائق ناخد خمس دقائق بس قبل ما نفتح الأسئلة. أنا بس في سؤال يعني بدي بنصف دقيقة أسألك إياه، أنه تفاجئونا كل سنة بفكرة جديدة. عام 2018 مؤشر ماذا نتوقع ولا مفاجأة؟ إذا نحن نفاجئكم كل سنة بمفاجأة فسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كل يوم في مفاجآت. لا تنضب الشيخ محمد الله يحفظه سابق عصره. نحن لا نمدحه فقط، نحن مذهولين من ما شاء الله عليه من هذه الأعمال التي يقوم بها ودعم كامل للمعرفة للبناء للحضارة، ولا يفكر في دولة الإمارات العربية المتحدة بل يفكر في الوطن العربي كله والآن يفكر في العالم. هذا شيء عظيم من القادة، من زعماء استثنائيين. فإن شاء الله نحن نخبرك السنة القادمة إذا كنت معنا. راح أتابع تويتر أشوف شو راح. بس قبل الأسئلة تسمح لي
أقتبس شيء قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في إحدى يعني الدعوات الرمضانية كل سنة، يقيم مأدبة إفطار للإعلاميين ويتحدث يعني من عادته أنه يتنقل بين الحضور والضيوف، يتعامل معهم كأنهم ضيوف في بيتي. فقال عبارة يعني ما زلت لا أنساها، أنه البعض كان ينتقدني بسبب يعني أحلامي ومشروعاتي. فقبل سنوات انتقدني أحدهم، قال أنت زي اللي ببلط البحر. قلت لهم سأبلط البحر وعملت جزيرة النخلة. خمس دقائق لطرح الأسئلة، نبدأ بالسيدات أو الآنسات. تفضلي. الميكروفون إذا سمحتم. مرحبا، أريد أن أسأل الدكتور جمال بن حويرب الذي تحدث عن واجب الدولة أن تصرف على المراكز البحوث. ألا ينبغي دكتور أن نخرج من عقلية المستهلك؟ الدولة يجب يجب يجب. ما دور المجتمع المدني وما دور رجال الأعمال والمسؤوليات الاجتماعية للشركات؟ لماذا الدولة ألم توفر أساسيات نرتكز عليها كالتعليم والتعليم العالي والمنح؟ ما دورنا نحن إذن؟ لماذا الدولة؟ الدولة جزء أساسي. طبعاً هذا سؤال مهم جداً ويطرحه كثير من الأخوة والأخوات. الدولة رافد أساسي لتسهيل مهمة الباحثين وفتح مراكز الأبحاث، وكذلك تشجيع الشركات لكي تنفق على مجالات الأبحاث. في العالم الغربي في أوروبا وأمريكا هناك نظام ضريبي، ومن يصرف على مراكز الأبحاث ستكون له معادلة مختلفة في الضريبة، تشجيعاً للصرف على مراكز الأبحاث أو الأعمال الخيرية بشكل عام. كذلك بيئة الغرب المنفتحة في مجال العلم من 400 سنة من الثورة الصناعية وبعد ذلك الأولى، أسس جيلاً يحب العلم، يحب أن يصرف على العلم، يحب أن يصرف على اختراعات. كذلك هناك تجار استفادوا من الصرف على هذه الاختراعات وأصبحوا مليارديرية بسبب صرفهم على هذه الأبحاث. فهناك مسألة الأولى أن الحكومات يجب عليها أن تصرف وتشجع، الثانية أن النظام الضريبي عندنا لم يعدل لكي يشجع الشركات أن تصرف على مراكز الأبحاث، والثالث أن بيئة الناس، عادات الناس لم تصل بعد إلى درجة أنها والله تعالى بنصرف على مراكز الأبحاث لكي نستفيد منهم بعد ذلك. شكرا. سؤال عند هذه المرة. تفضلي. اليوم السيدات أنشط بطرح الأسئلة. السلام عليكم. دكتورة غادة أبو ريا من إدارة المعرفة بدائرة الشؤون القانونية. العامل المشترك اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة هو الشباب. الشاب اللي اتخرج من أسرة هي ما بتقرأش، ومن أسرة ما بتدعموش، عشان هو مجرد ان هو بيضيع وقته في وسائل التواصل الاجتماعي. ازاي ان احنا هنخليه يرجع تاني لمراكز الابحاث، وان هو يكتسب المعلومه من خلال القراءه، وان يكون محب للقراءه ومحب للاستكشاف. فهو احنا لازم ندور على الاسره ازاي نخليها تكون محبه للعلم والمحبه، ازاي تكون محبه للعلم والثقافه، عشان تشجع الجيل القادم اللي هو هيواجه المستقبل وهيواجه الذكاء الاصطناعي وهيتعامل معاه. نحيل السؤال للسيد مايكل نيابة عنك. أشكرك. This is the questions for you. Thank you. Well, I first of all I agree with the assumption or the point behind the question about the need to tackle literacy, the particular challenges in certain societies and environments with young men. And if I may make just another point, the
one of the areas where UNDP has done a lot of work recently is around issues, challenges that draw young men in particular towards extremism, violent extremism. And we launched in September a very major report, forgive me for mentioning this, based on a two-year study that was done around these challenges in Africa. And that study was based on interviews with several hundred young people, mainly men, who had been attached to different movements, Al-Shabaab, ISIL, and others, Boko Haram. And it demonstrates some very important points, which I think, again, underline why this initiative, this project, is so vital. And the report had findings about alienation of young men and young people from society, from government. So there was a fundamental point about good governance, which is a foundation for progress in any area. And within good governance, an emphasis on, of course, building institutions, effective institutions that are able to deliver basic services, including education. In my opinion, that is the foundation of all the work that we need to do together for sustainable development and to achieve the SDGs Agenda 2030. So forgive me, that's a rather broad answer to your question, but that is how I would see the context, the challenges we face. And Jamal has mentioned several times the fourth industrial revolution, the shift to knowledge-based economies. So that represents the ultimate destination. The question is, what steps can we take to get there? The UAE is very well advanced on that path, thanks to the leadership of the rulers here. Other countries are much less advanced, and some where the UAE and others are providing support in Sudan, in other parts of Africa, have a long way to go. But we're all trying to move in the same direction. And so the shift to a knowledge economy, the emphasis on education, on the institutions that are able to deliver that, I would say is the foundation for progress. Thank you. سؤال أخير ويحبذ إذا كان للأستاذ هاني تفضل. باختصار إذا 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 استطعت. So, I'm Vijay Jolly, a former lawmaker from New Delhi. I'm an invitee to your conference. I bring in the good wishes of my Prime Minister, Mr. Narendra Modi. I'm very interested to know, and I'm very thankful to the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Summit for having taken up the initiative to bring about radical changes in the Arab world. I'm very optimistic that the Arab world represents a fountainhead of global intelligence. Our only point of concern is that this foundation reaches out to millions of young boys and girls in this part of the globe to fight the menace of illiteracy and also the menace of terrorism, which can lead to global peace in this part of the world. And what initiatives does this knowledge summit would undertake in the coming years, sir? في الدورة الحالية لقمة المعرفة بدأت المؤسسة مع اليونسكو وبرنامج المتحدة الإمائي لحظة هاني بس خليني نعطيه للترجمة لأنه من حقه أعطوه السماعة بس You understand Arabic? No أعطى السماعة شكرا في الدورة الحالية المؤسسة أطلقت مع برنامج الأمم المتحدة الإمائي واليونسكو مبادرة لتحدي الأمية والقضاء على الأمية في الوطن العربي دي البداية إذا قضينا على الأمية هنقدر إن إحنا نتغلب على كثير من المشاكل المرتبطة بالأمية زي التطرف والعنف والإرهاب دي البداية لا نستبعد من سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة أنهم كخطوة لاحقة أن هم يعمموا
التجربة على جميع دول العالم، بس الأول يجب أن احنا نطبقها أو نشوف نتائجها على الدول العربية ثم على جميع دول العالم بعد ذلك. شكرا. يعني نرحب طبعا بالضيوف الكرام، وأيضا دائما يعني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللي لا يتوانى عن دعم مثل هذه المشروعات، نتوقع دائما منه المزيد من المفاجآت. كلمة تريد؟ بعد قليل ننتظر ضيوف، سنعلن عن سفراء المعرفة لعام 2017، فأرجو منكم الحضور بعد عندما نعلن عن بدء مراسم تعيين سفراء المعرفة لعام 2017، وهناك مفاجأة. دائما في مفاجآت. إذن يعني خير الكلام ما قل ودل، يعني نتمنى أن نكون قد يعني أثرينا في هذه الجلسة على مدى 50 دقيقة بعض المعلومات، وكانت إجابات ضيوفنا كافية شافية وافية. نتوقع المزيد من المفاجآت على صعيد المعرفة، وأنا أمنية شخصية لي يعني أتمنى أن تكون اللغة العربية أيضا في العام المقبل في مستوى متقدم أكثر، ويعني يكون لها حضور أقوى في المحافل الدولية. أشكر ضيوفي الدكتور جمال بن حوارب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة، سيد مايكل أونيل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والأستاذ هاني تركي مدير مشروع المعرفة العربي. شكرا أيضا لاستماعكم ولحضوركم، وإن شاء الله نراكم في مفاجآت معرفية أخرى. شكرا لكم.